الرسول يدخل على أبو ذر ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينصحه صلى الله عليه وسلم أن يقوم الليل وأن لا يترك هذه الصلاة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، لو أردت السفر أتعد له عدة؟ اعتبروا الآن الرسول موجود يخاطب كل واحد فيكم، والآن الرسول يوجه لك أنت السؤال، أنت الآن يا شيخ غرم، وأنت يا أبو عبد الكريم، وأنا وأنت يا الثاني، لو أردت السفر تعد له عدة؟ هذا الرسول قال لأبو ذر. قال له أبو ذر: نعم يا رسول الله. فقال: كيف بسفر إلى يوم القيامة؟ طيب سفر يوم القيامة وش عديت له؟ ثم نزل أبو ذر رأسه ثم قال له الرسول: يا أبا ذر، أحكم السفينة فإن البحر عميق. ونزل رأسه. قال: يا أبا ذر، أكثر الزاد فإن السفر طويل. أبو ذر رفع رأسه قال: ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال: صم يوما شديد حره ليوم النشور، وقم ليلة شديدة ظلمتها لظلمة القبور، وحج حجة العظائم لعظائم الأمور.